في إطار السعي لانتشال أمريكا من صراع دام 20 عاماً، تنهي واشنطن مهمتها العسكرية في أفغانستان رسمياً يوم 31 أغسطس. بناءً على ذلك تنحى قائد القوات الأمريكية في أفغانستان عن القيادة مغادراً البلاد في هدوء، في خطوة رمزية لانتهاء أطول حروب الولايات المتحدة، لكنها لا تعني بالضرورة وقف العمليات العسكرية. فالحكومة الأمريكية بإمكانها توجيه أوامر بضربات جوية أمريكية لطالبان حتى انتهاء المهمة رسمياً، إلا أن لديها خطة أخرى لما بعد انسحابها من أفغانستان تتركز على نقاط عدة، أبرزها تقديم الدعم الجوي لحكومة كابول في مواجهة خطر محدق لو طلب منها ذلك، ومن الممكن أن تقدم الدعم على شكل تدخل جوي مثلاً. ونظراً للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة بشأن المسافة بين قواتها المنتشرة في المحيط والقواعد في الدول العربية من جهة وأفغانستان من جهة أخرى، يسعى الأمريكيون إلى تذليل تلك العقبات من خلال التفاوض مع باكستان للسماح للقوات الأمريكية بالتحليق في أجوائها، وهي الطريق الأقصر إلى أفغانستان إلى أن يتم البت في اتفاقات أخرى. وفي ذات الأثناء يحاول الأمريكيون إقناع دول في وسط آسيا كطاجكستان وأوزبكستان بالسماح لقواتهم باستعمال قواعدهم العسكرية. ولم تغفل واشنطن عن مواصلة دعمها المادي لحكومة كابول، حيث خصصت هذا العام 4 مليارات دولار للقوات الأفغانية. هذا بالإضافة إلى أنهم دربوا خلال الفترة الماضية 300,000 جندي ووفروا لهم الأسلحة الكافية للدفاع عن أراضيهم في حال الضرورة.